سعيد بتجربتك في تشيلسي بقى وادائك ويعني فرحه جماهير مصر بادائك وتالقك في الدوري الانجليزي الكبير ده. اه الحمد لله شايف ان كله تمام والفتره كانت كويسه بالنسبه لي وديت بقى بشكل كويس. مستمر في تشيلسي ما شاء الله باذن الله. علاقة مورينيو بيك ساعدتك على التالق ورايحتك يعني ريحتك نفسيا اللي تقدر تلعب في الملعب بشكل كبير جدا. ما بتقلقش من الكلام اللي ممكن تروح اعاره تروح فرقه تيجي يعني الكلام ده ما بيقلقكش من الكلام؟ انا مركز مع الفريق وما اعتقدش ان في كلام يعني جد 100% الكلام ده بس انا اتمنى ان شاء الله ان ابقى موفق السنه الجايه. الرحيل اقصد لا والله انا شايف ان احنا كان عندنا كتير صغيره السنه اللي فاتت وان شاء الله ان احنا نسيبنا خبراته وفاهمين بالظبط. هتفتقد ديفيد لويس؟ اكيد طبعا. اللعيبه علاقتك باللعيبه محمد كان في كلام ان في بعض التاتشات كده مع بعض اللعيبه زي ماتيتش يعني علاقتك باللعيبه كلهم علاقه كويسه ولا في لعيبه شويه لسه ما تاقلمتش على الحياه معاها؟ لا ما فيش ولا لعيب اصلا معايا علاقتي بيه متوتره خالص يعني ولا تاتش ولا اي حاجه كل اللعيبه محترمه وماتيتش كان من اقرب الناس ليا هناك يعني مش ديفيد لويس صراحه اقرب اللعيبه ليك في تشيلسي فتره هذه المجموعه صراحه المجموعه صعبه طبعا جدا بس اتمنى ان شاء الله نبقى موفقين عشان خاطر نفرح المصريين. اللي بتحلم بيه مع تشيلسي الفتره اللي جايه بعد السنه اولى تشيلسي يمكن انجزت واديت واحرزت اهداف وبقيت من الناس المحبوبه من جماهير تشيلسي دلوقتي. والله اتمنى ان شاء الله ان الموسم اللي جاي يبقى احسن بالنسبه لنا كلنا ونقدر نحصل بطولات باذن الله. تعليقنا على انتقال ديفيد لويس ب 50 مليون لباريس سان جيرمان صراحه عايزها تبقى خاصه شويه. تعليقنا على انتقال ديفيد لويس ب 50 مليون لباريس سان جيرمان طبعا لعيب مهم جدا واتمنى ان شاء الله للتوفيق.